شهد معرض حمام وطيور الزينة الذي يقام في معرض مراعي في موسمه السادس شهد إقبالا لافتا، فهذه الأنواع التي قدمها مربو الحمام وطيور الزينة تعد من الفصائل النادرة والتي تم جلبها من مختلف دول العالم. أشكال متنوعة بمسميات مختلفة طرحت في المعرض فلفتت أنظار الزوار بجمالها. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. فصائل متنوعة ومتعددة لطيور وحمام الزينة يقدمها معرض مراعي بشكل جميل ولافت، حازت على إعجاب مرتادي المعرض، حيث استعرض مربو الطيور الفصائل النادرة التي تم تربيتها في البحرين. مربين البحرين يتميزون، يعني على مستوى العالم يتميزون، تقريبا من أفضل المربين في الشرق الأوسط. احنا يعني حاولنا من خلال هذه المعرض ان نبث او نعرف الناس على انواع الحمام اللي عندنا. فاحنا مسكنا الشريحه الاطفال والابناء، سوينا لهم مسابقه تلوين ووضعنا فيها انواع الحمام اللي موجوده. 12 فصيلة من الحمام العالمي والمحلي شهدت شعبية واسعة من قبل زوار المعرض الذين تعرفوا عن قرب على عدة أنواع من الطيور النادرة. في عندي 10 أنواع من الحمام، طبعا الحمام هذه كلها متعارف عليها عالميا، ونقصد بالفصيلة النوع، يعني مثلا نوع الشمسي، نوع البفوطة، نوع البخارة. عندنا مربين يعني أعداد كبيرة في البحرين، ودائما هذه يعني المعايير يقاس النادي بالأعضاء اللي فيه. حمام محلي، عندنا نوعين من الحمام محلي تقريبا، يعني في نوع اسمه العربي اللي يطلق عليه بالعامية العرب، طير رشيق وطير أنيق وطير جميل وطير يعني له شخصية، وهل البحرين اعتزوا فيه. وعندنا المكاوي البحريني، وهذا طير يمتاز بالصوت والأناقة في الصوت والنغم. وشهد المعرض حضور عدد من المربيين والهواة والمختصين في هذا المجال من البحرين وخارجها، لأن المربيين البحرينيين اليوم يمتلكون خبرة واسعة في مجال تربية طيور وحمام الزينة، حتى إن البعض بدأ بالترويج للحمام البحريني لتعريف هواة تربية الطيور على هذه الفصائل الجميلة والنادرة والتي لا توجد إلا في البحرين. أنواع متعددة لطيور ذات فصائل نادرة يعرضها مربو الطيور في البحرين ليتعرف عليها زوار معرض مراعي ويطلعون عن كثب على ما تتميز به هذه الطيور بألوانها الجذابة والمبهرة، ويترنمون على صوت تغريداتها الممتعة. حلة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.